لا لا ايمن طلع على شوي يا زلمه ايمن اخوان ايمن 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 كيف شعورك ايمن ايمن شعورك وانت ايمن شعورك وانت بجانب الوالد بعد 4 سنوات لا يوصف ايش عندك ايمن ايمن استنى شوي ايمن السلام سلم على الولد خلص ساعة بستناه يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا علي يا سجين الامني مخلص برغال شعورك انت يعني طلعت خلال صفقه شليت واليوم السجين الامني كمان اخر من ليد كيف شعورك اليوم في انتصار متراكم ان شاء الله الجميع بيتحرر وتكمل الفرحه نعم يعني العلاقات كانت متواصله داخل السجن بينكم دائما دائما اقوى ما يمكن نعم الحمد لله على السلامه بخروج أحد كوادر الحركة الإسلامية من السجن السياسي والأمني بعد أن أمضى فيه وفي غياهب السجون 4 أعوام أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون سنوات محنة ومنحة له بإذن الله تعالى.
مثل هذه اللحظات أيها الإخوة. الإنسان منا يدمع فرحا ويبكي فرحا لخروج هذا الشاب من هذا السجن، هذا السجن الذي سبقه إليه نبي الله يوسف عليه السلام، حيث وضع في السجن ظلما وكان مظلوما. وكذلك أخونا أيمن الذي سجن، وكلنا يعلم أنه سجن مظلوما. أن نقول يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. باسم الأسرى المحررين وعائلات وذوي الأسرى، نهنئ أخانا العزيز الكريم أيمن لهذا التحرر العزيز الكريم على قلوبنا وعلى قلوب أهله وأهل مدينة الود العربية، ونتمنى له حياة سعيدة إعطاء. هي حلقة من الحلقات المباركة في تاريخ قضيتنا الفلسطينية، وكلنا يعلم أن قضية الأسرى هي ركن أساسي في القضية الفلسطينية برمتها. فالأسرى في عيوننا، والأسرى في قلوبنا، والأسرى ننسى أنفسنا ولن ننساهم بإذن الله تعالى رب العالمين. نقدم لأخينا أيمن التهنئة بصفته علما من أعلام القضية الفلسطينية، بصرف النظر عن القضية التي حبس من أجلها. فنحن نسجن من أجل القدس، ونسجن من أجل الأقصى، ونسجن من أجل غزة، ونسجن أيضا من أجل الأسرى. أقول أن هذه الأربعة أعوام مرت كلمح البصر. أنا أتذكر الأيام الأولى لهذه القضية، وكيف كان هناك يعني كثير من الضغط والخوف والقلق على أيمن وعلى الشباب الذين كانوا معه، ولكن بفضل الله تعالى أستطيع أن أقول لكم أن هذه القضية هي من القضايا يعني القليلة التي كانت في مدار يعني كل تاريخ المحاكم الإسرائيلية. نحن هنا في مدينة اللين نعي جيدا أن قضيتنا هي قضية وطنية، فالمطلوب من كل إنسان حر وشريف أن يعمل على تصحيح الوضع اللي وضعته الحركة الصهيونية خلال 200 سنة اللي مرقت. الحركة الصهيونية منذ 1800 ولليوم تعمل جاهدا لسرقة الأرض من أصحابها الأصليين بشتى الوسائل والأشكال وجميع الأشكال، خصوصا من أخونا أمير. هلا اليوم كان المفروض إنه يكون وداع منهم إلي، فأنا أول إشي ودعتهم إنه هم يعني سافروا على نفحة، عقاب طبعا كعقاب سفروهم على نفحة اللي هو بحد إيلات بعيد عن أهلهم. فأنا ودعتهم بالأول، هم ودعوني ودعوني إنه أنا طلعت من القسم هو فاضي. هذا اللي حاصل إن شاء الله. بارك الله فيكم على استقبالكم إن شاء الله، وإن شاء الله إنه ما تنسيش قضية الأسرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله.